الاقتصاديات العالمية وصلت لواحد الحد اللي انه حقيقة راه تغيير يتمنى السعر مثلا ديال الدولار ولا ديال البرميل. هذا اختيار اختيار جوهري اللي ممكنش يتناسب مع الطبيعة ديال هذه الحكومة. احنا هذه الحكومة من اللي جات قلنا انها حكومة الباترونة، حكومة ارباب العمل، ويوميا كتبرهن على انها حكومة ارباب العمل. واش عمرك شتي شرب شي رب العمل اللي غادي يدير ضريبة على الثروة اللي غتبدا به هو؟ هذا غير وارد. من كتعرف منه الاختيارات الجبائية هي في الحقيقة مرآة تعبير عن الطبيعة الطبقية دي واحد الحكومة معينة. فحكومة اللي هي كيف قلنا دابا الآن عندها هذه الطبيعة الطبقية ديالها، ممكن لها تمشي غير في واحد التوجه اللي عبر النظام الجبائي في الحقيقة كي يرتفع الأسعار الضريبية والعبء الضريبي كي يرتفع بالنسبة للملزمين المواطنين الضعفاء المتوسطين الصغار، العبء الضريبي كيرتفع لأنه هما اللي مطلوب منهم أنهم بالإمكانيات المتواضعة ديالهم مطلوب منهم أنهم يساهموا في التمويل ديال الميزانية. وبالعكس أصحاب المداخل العليا أصحاب الثروة الثروات الكبرى ما مطلوبش منهم يساهموا، العكس هو اللي حصل، حيث أنه إذا شفتوا مثلا السنة الماضية عبر الضريبة على الشركات اللي حصل هو أنه خفضوا الأسعار الضريبية على الشركات الكبرى ورفعوا الأسعار على الشركات الصغرى والمتوسطة. التوجه هو هذا، والحقيقه ماشي ما يمكنش الواحد يعتبر بانه شيء غريب. هذا ماشي غريب، لان لكم الطبيعه ديال الحكومه كتحدد التوجه ديالها وبالخصوص في المجال الجبائي بالنسبه لما يسمونه بالتوجهات الاجتماعيه. انا كنظن بانه وبكل صدق بالنسبه للخطاب، لان احنا امام خطاب، الخطاب هو كيعلن على اشياء اللي مهمه، كون انه مثلا يتكلموا على ما تنقوش الواقع شيء اخر، ولكن يتكلموا على مثلا تعميم التعويضات العائليه، يطوروا مثلا الدخل المباشر ولو انه بصفه محتشمه الى حد الان، يتكلموا على إصلاح الصحة، كيتكلموا على الإعانات الدعم ديال السكن. هادو كلها من ناحية النظرية، من ناحية ديال الخطاب بكل صدق ما يمكنش الواحد ما يصفقش عليها. المشكل الكبير، وهذا باش خصنا نكونوا حريصين في التحليل ديالنا، المشكل هو أنه مين كنشوفوا هاد الخطاب وكنشوفوا أمامه شنو هو الإمكانيات اللي متوظفة باش تمول، لأنه مشروع كيف ما كان لا قيمة له إلى ما كانش مصاحب بالإمكانيات ديال التمويل اللي هي ما خصهاش تكون غير كافية ولكن دائمة. مين كنشوفوا في هذه الحالة، وأنا قلت لكم من هذه الناحية هذه راه القانون المالية هي لحظة حقيقة كتعلي الأشياء، ما وراء الخطاب كتبين لك عبر الأرقام شنو هي الواقع ديال الأشياء. مين كنقراو كنتفحصوا القانون المالية ديال 24، مع الأسف ما كاين غير الترقيع، ما كاين شي إصلاح، والإصلاح أنا تنقول أنه إصلاح أولا جبائي اللي حقيقة خصو يمشي في الاتجاه ماشي العكس ديال الاتجاه الحالي، أي في اتجاه تعزيز والرفع من الضرائب المباشرة على الشركات وعلى مداخل العليا، ما كنهضروش على المتوسطه، دابا اليوم اللي كيخلص الضريبه هو الطبقه الوسطى والمستضعفين، وماذا؟ نخص ترفع الاسعار الضريبيه على الطبقات اللي عندها مداخيل وثروات كبرى، يعني هذا هو الاصلاح. خص طبعا
يكون ايضا اصلاح ديال الضريبه على القيمه المضافه اللي تجاوب مع الحاجيات ديال الناس، مع الحاجيات ديال الاستهلاك. ما يمكنش تهز مثلا الضريبه على الماء والكهرباء، هذه اذا ما يمكنش، لانه ماده حيويه، وفي نفس الوقت ما كتخلقش واحد السعر اللي مرتفع اللي يمكن يجعل انه مثلا اصحاب المداخل العليا اللي كيستهلكوا مواد اللي هي كماليات ما كتخلقولهمش حتى واحد السعر ضريبي اللي يكون شويه مرتفع وعبروا يعبروا على ذاك التضامن ديالو. هادشي ما كاينش مع الافاس. اذا حنا من جهه كاين خطاب، ومن جهة أخرى الواقع تبين أنه ما هو ملموس هما إجراءات لعكس الخطاب الاجتماعي بين قوسين، يعني أي أنها توجهات لتراجعية، وإن نقول تراجعية ورجعية.